اهلا بيكم في العك الكروي، اهلا بيكم في مباراه بيراميدز ونادي الزمالك بعد ما شفنا 90 دقيقه من العك الكروي ما بين فرقتين يفترض ان فيهم افضل لاعبي او يعني من افضل اللاعبين في الدوري المصري. 90 دقيقه كانت سيئه بطريقه كبيره جدا، كميه تمريرات خاطئه من الفرقتين فظيعه، كميه لا مبالاه في التحركات، كميه فرص ضايعه بعشوائيه فظيعه، كل حاجه سلبيه ممكن تقولها دي كانت السمه السائده في المباراه. اللهم الا بعض الفترات كده، 5 دقائق ساعه ما بيراميدز بدا الشوط الثاني لغايه لما جاب الجون، 10 دقائق بتوع رد فعل نادي الزمالك عشان يجيب التعادل. انما في المجمل كان في عك كروي غريب ان احنا نشوفه وفي مباراه ما بين اسمين زي دول، وكمان في الاسبوع الثاني لسه بنبدا الدوري. ده اللي احنا هنشرحه مع بعض. هبدا بنادي بيراميدز ومدربه مدير فني الارجنتيني ارو بارينا، اللي فاجئنا النهارده بانه عمل تغيير في طريقه لعب نادي بيراميدز اللي دايما بيلعب بيه 4-2-3-1 او 4-3-3، النهارده اتغيرت ل 4-3-1-2 بكام تفصيله كده هشرحها لكم واحنا بنحلل، في حين ان باتشيكو مدير فني الزمالك لعب بيه ال 4-2-3-1 المعتاد. طيب أنا بقى كان بيفكر في ايه؟ كان ايه اللي شاغل دماغه؟ كان عايز يعمل ايه؟ ببساطة الراجل قال لك انا قدام نادي الزمالك وكمان غير رمضان صبحي عني على الطرف، ما عنديش اجنحة ممكن تساعدني بشكل كويس ان انا اقفل الطرف بشكل جيد، وكمان انا مهم جدا جدا عندي اقفل العمق عشان فرجاني ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد والشلة الجميلة بتاعت نادي الزمالك. طب اعمل ايه؟ اوكي انا هنزل عمر جابر مع دونجا مع حمادة في نص الملعب يقفلهولي، تمام؟ تمام. وهحط إريك تراوري كراس حربة تاني جنب جون أنطوي وأنا في الحالة الهجومية. أنا مش هخترق على الأطراف. إذا النهاردة حبيت أحط لاعب على الطرف هطير أحمد فتحي وخلي عمر جابر يقف دايماً في نص الملعب يحمي ظهره في الهجمات المرتدة. فأحمد فتحي هو اللي في الحالة الهجومية يعمل لي الشغل بتاع الجناح. في حين أول ما أحمد فتحي يطير على طول لازم إريك تراوري في الحالة الهجومية يخش جنب جون أنطوي في داخل في عمق الملعب عشان يكون معاه ثنائية هجومية. عبد الله السعيد كالعادة، أنا دايما قلت ودايما الناس كانوا يزعلوا مني كتير، أنا دايما بقول إن عبد الله السعيد ما بيلعبش الماتشات الكبيرة. ممكن تلاقي عبد الله السعيد في كل ماتشات بيراميدز المتوسطة، الماتشات اللي قدام فرق ضعيفة تلاقي عبد الله السعيد نجم، وطبعا السنة اللي فاتت عمل مجهود كبير وقدر ياخد هداف الدوري، لسه واصل عدد أهداف الكابتن محمود الخطيب، كل ده شيء جميل جدا، ولكن في الماتشات الكبيرة ما تلاقيش عبد الله السعيد. لازم يا جماعه نحترم السن، لازم نحترم السن، ولما بتحترم السن بتحترم المجهود البدني اللي بيطلع. فقربلينا قال لك اوكي عبد الله السعيد مش هيقدر يدافع معايا كتير وانا مش هعتمد عليه، انا مش هقدر اعتمد عليه اخليه التالت في نص ملعب، فشكرا يا عبد الله انا مش عايز منك اي ادوار دفاعيه، خليك فري تماما، فري رول اللي الناس بتلعب فيفا هيلاقوا كده فيه في الانستراكشرز في حاجه اسمها فري رول، ده اللي خده عبد الله السعيد النهارده. فري رول، عايز تروح على اليمين روح، عايز تروح على الشمال روح، عايز تلعب في العمق روح، اعمل اللي انت عايزه براحتك، ما فيش اي تاسكات دفاعيه مطلوبه منك. وبالتالي نادي بيراميدز شفناه كل هجماته في الشوط الاول كانت عن طريق حته ان إريك تراوري يخش مهاجم تاني سكند سترايكر مع جون انتوي داخل منطقه الجزاء، اول ما فتحي ينطلق ويطير يرمي الكروس او طه من الجبهه اليسرى يرمي الكروس، وكان الله بالسر عليم وانتهى الموضوع. ادي طريقه لعب نادي بيراميدز بكل بساطه بكل وضوح. اول ما نرتد للدفاع لو نادي الزمالك بيعمل البيلدينج اب شكرا، كله يرجع ليه اماكنه ونقفل اماكننا، وإريك تراوري اللي كان بيلعب مهاجم صريح يتحول ليبقى جناح قدام احمد فتحي، وتتحول الطريقه ل 4-5-1 او 4-4-1-1 اذا شلنا عبد الله السعيد من الادوار الدفاعيه زي ما انا قلت، وخلاص انتهى الموضوع. على الناحيه الثانيه نادي الزمالك
عنده واحده من النقط الغريبه جدا اللي بقيت الاحظها بعمل لكم عليها حلقه واثبتها لكم. نادي الزمالك بقيت احس ان هو خلاص اللعيبه ارتضت انها تبقى رد فعل. اللعيبه ارتضت انها تبقى رد فعل. نادي الزمالك الشوط الاول ما شفنالوش هجمات على مرمى نادي بيراميدز الا عن طريق الكرات العرضيه المعتاده لمصطفى محمد. حميد احداد رغم يعني كميه برضه الميس باس اللي عملها وكميه التحركات يعني ربما كان فيها بعض المشاكل لكن متحرك بصراحه، كان بيعمل مجهود فظيع وولد صغير في السن وسريع وقدر ان هو يعمل شكل نادي الزمالك في الهجوم. ولكن مشكله نادي الزمالك ان اللعيبه فعلا ما بتعتمدش غير على الكرات الثابته، يعني الخطورة ما كانتش جاية غير من الضربات الركنية او الضربات الثابتة كانت في الشوط الاول. بخلاف دول مفيش ولا هجمة منظمة شفناها نادي الزمالك او اتعاملت بشكل جيد على مرمى شريف اكرامي. وبالتالي الشوط الاول فعلا كان شوط يعني سلبي للغاية، بعيدا طبعا عن الكورة اللي عملت جدل كبير، الكورة بتاعت الهدف بتاع ايريك تراوري اللي جابه في اول 20 دقيقة وفي ليه اراء كتيرة بصراحة. انا ما اقدرش احكم على الهدف ده لما شفتلوش غير اعادة تلفزيونية واحدة بس، واحدة بس. فين بقيه الاعدادات يا جماعه؟ يعني المفروض ماتش كبير المفروض بيتصور بكذا كاميرا والمفروض كمان الفار كان يتدخل فيه يعني ويشوف الكوره بشكل اكبر. ولكن ايا كان احنا ما بنناقش هنا في ترند يلا كره الحياه التحكيميه. لكن الشوط الاول كمجمل كان شوط ساجد. شوط تاني نادي بيراميدز نزل عنده دفعه كبيره جدا وبدا يعمل نقطه ما كانش بيعملها بالشكل اللازم الشوط الاول، وهي الضغط بطول الملعب على نادي الزمالك في نص ملعبه عشان يغلص لعيبته. وفعلا قدر لعيبه نادي بيراميدز يخطفوا الكوره من نادي الزمالك في نص ملعبهم في الشوط الثاني في اول ربع ساعه كتير قوي، بحوالي من 3 ل 4 كرات اتخطفوا من لعيبه نادي الزمالك في نص ملعبهم. وشفنا في اول 20 دقيقه من الشوط الثاني مفيش ولا هجمه نادي الزمالك عملوش في كرام، ما راحوش نادي الزمالك ما راحش خالص. نادي بيراميدز كان بيضغط على نادي الزمالك وعلى حامل الكره لغايه لما الفريق تمكن طبعا من احراز الهدف لاحمد الشيخ البديل اللي نزل. وطبعا كان في الهدف كان في توفيق كبير ولكن كان نتيجه لوثمار جهد الضغط اللي اتعمل على لعيبه نادي الزمالك. نادي بيراميدز بعد الهدف بدا يتراجع وبدا يرجع نص ملعبه ويرجع تاني بقى يلعب بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها ونزل شيكابالا ونجم. ونجم هو كان نقطه تحول لنادي الزمالك في كميه الباور وكميه الحركه اللي عملها. وطبعا احنا زي ما انا قلت طالما الكوره اتلعبت عرضيه لمصطفى محمد افضل مهاجم تسعه في مصر لا تنتظر منه غير الهدف، وده فعلا كان اسلوب نادي الزمالك عشان يقدر ينقذ نفسه من الهزيمه الاولى له في الدوري بالهدف اللي جابه مصطفى محمد. وبرده من تكتيك الكره العرضيه، تكتيك متعود بنتكلم عليه من ايام كارتيرون، مفيش جديد مفيش قديم حتى، هو ده نفس الكلام اللي بقوله كل مره في التحليل. نادي الزمالك بيبقى الاساس عنده الكرات العرضيه اللي بتتلعب ليه مصطفى محمد. بعيدا عن ده ما تلاقيش اي جمل، مفيش اي تحركات، مفيش اي مثلثات، مفيش اي 1 تو هات، مفيش اي 1 3، مفيش اي حاجه، مفيش خالص. كله هو الاسلوب ارمي الكره على الطرف والعب الكره العرضيه او اخطف شوطه او 1 2 يعني كده بتتعمل مره كده بشكل استثنائي في نهايه المباراه. لكن طبعا تاني ارجع للكلمه اللي قلتها لكم، نادي الزمالك بقى رد فعل، اللعيبه بقت حابه الاسلوب ده. انا بفضل سايب الماتش لغايه لما اتحط تحت الضغط، اول ما اتحط تحت الضغط ابدا العب كوره. ده ما ينفعش، ده مش من سمات الفرق الكبيره، والفرق اللي بتلعب الاسلوب ده غصب عنها هتخسر نقاط كتير، لان مش كل مره هتسلم الجره لما تتاخر في النتيجه تقدر تتعادل او تقدر تكسب. عامه ده كان تحليل مباراه نادي بيراميدز ونادي الزمالك. في الاخر انا شايف النتيجه عادله لان تاني كان فاصل من العقل الكروي ما بين الفرقتين. في بعض البريق 5 دقائق هنا و10 دقائق هنا مع 5 دقائق او 10 دقائق هنا اهو، لكن ما شفناش مباراه تليق باسم الفرقتين الكبار المفروض بيضموا يعني مجموعه من افضل اللعيبه في مصر السنه. بكره ان شاء الله عندنا ماتش النادي الاهلي وغزل المحله باذن الله. استنوا ترند يلا كوره بعد المباراه. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.